هاي يا بنات، فيديو النهاردة جديد. هنزور 3 أماكن من الجزر اللي زرتها في بالي. أنا هنا كنت على جزيرة اسمها نوسا لمبونجان، أنا بعتبرها من أجمل الجزر اللي شفتها في حياتي. مكان جدا رائع، خيالي فوق الوصف. دي من أفضل الأماكن اللي روحتها. في جوه الجزيرة مكان اسمه ذا بوينت، مكان ده زي نظام فيلل أو ريزورت مبني فوق تلة، مبني قصاد البحر على طول. بتروحوا في كافيه هناك وممكن تأجروا أوض زي ما انتوا شايفينها، شاليهات بسويمينج بول، وتقدروا تستمتعوا باليوم حتى كدي يوز. والأسعار هناك رخيصة جدا، ما كانتش غالية. بتروح تقعدوا على الكافيه اللي موجود على تحت التنت أو الكوفر البني اللي موجود على ايد كل يمين، زي ما كان الكافيه. تقدروا تطلبوا وتقعدوا وتستمتعوا بالفيو. انا بصور النهاردة، او ادي جوزي هو اللي مصور النهاردة بالدرون. اتمنى ان انتوا تشجعونا وتدعمونا وتكتبوا لنا كومنتات حلوة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتشيروا الفيديو لاصحابكم. لو عندكم اي اسئلة عن زيارتي البالي اكتبوها لي في الكومنتات وانا ارد عليكم. اكتبوا لي ايه رأيكم في الفيديو، ايه رأيكم في التصوير، ايه رأيكم في جمال المكان. شايفين مكان جدا جدا رائع بجد، فظيع. يعني انا هناك بحس كده ان انا في الجنة حرفيا. اكتبوا لي انتوا رأيكم ايه. دي منطقة منتجعات، انا قاعدة هناك كده وسط الخضار، كنت لابس اخضر كمان فمش عارفة شايفيني. انا بعمل لكم باي باي، انتوا كمان اعملوا لي باي باي واكتبوا لي في الكومنتات. ادي واقف هناك اهو بيصور بالدرون. واكتشفت بعد كده ان المنطقة دي فيها دولفينز، بس انا عشان يعني مخدتش بالي. بس لما كنا بناخد قارب او مركب ونعدي دايما بيبقى الحتة دي فيها دولفين، وانا يعني الدولفين هو الكائن البحري المفضل بالنسبة لي. ايه رأيكم ايه في المنظر؟ جميل صح؟ بالي من الاماكن الجميلة اللي بنصحكم تزوروها لو انتوا حابين ترجعوا تاني للطبيعة وتحسوا بروح الطبيعة، وتحسوا ان انتوا فعلا من جواكوا احياء كده بتندمجوا مع الطبيعة. شايفين الريزورت التاني الازرق ده على نظام اليونان كده، تحسوا اللي هو جريك شوية. ده المنظر من فوق خيالي يا جماعة بجد، يعني جميل جدا. يعني المنظر من فوق الدرون بيصور السكوير المربع ده مكان الكافيه. تقدروا تطلبوا اي حاجة بسيطة مش غالية خالص، تستمتعوا باليوم. معظم الناس بتروح المكان ده وقت الغروب عشان الغروب هناك ساحر خيالي بجد بجد. اعمل لكم باي باي، وادي بيصور كمان جنبي. طبعا الدرون في بالي حاجة اساسية جدا عشان تقدروا تستمتعوا بالمناظر الجميلة دي. واتمنى كمان ان انتوا تكونوا بتقدروا تعبي في الايديت بتاع الفيديوهات وتشتركوا بالقناه. انا بنزل فيديوهات عن السفر في بالي كل يوم جمعه. اتفرجوا هنا على منظر البحر بقى والساحل، منظر جميل جدا. يعني بصوا، يعني اتمنى ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده اول ما تصحوا من النوم عشان يعني تحسوا بالاسترخاء، لان الفيديو فعلا يعني بيرخي الاعصاب. هنا مكان تاني من اشهر الاماكن في بالي اسمه كامبوهان، مزارع الارز، رايس تيراس. ده مكان يا جماعه غريب جدا، يعني انتوا في نص ابود. لما بتبقوا موجودين في ابود منطقه زحمه جدا 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 جدا، بتمشوا طريق صغنن كده، زي يعني انا مش عارفه اوصف لكم ازاي. الطريق الصغير ده ياخدكم على المنظر الخيالي، مزارع الارز فوق الجبل. حرفيا احنا كنا وسط السحاب، والفكره ان انتوا كنتوا يعني انا كنت في بالي او في ابود بالذات الدنيا زحمه. جوه ابود الحته دي تحسيها ان هي عامله كده مخفيه، محدش يعرفها ناس كتير. عشان توصل لها بتمشي من حته صغننه، وما تتخيلش ان انت هتشوفوا الجمال والروعه دي. هنا في المكان ده شفت حاجات جميلة جدا، سناجيب وقرود وطيور جميلة جدا.
هي منطقة شوية فيها بقى الجانب الارتستيك، الناس الفنانة اللي بترسم، الناس المهتمية بالحاجات الجوانب الفنية. بصراحة منطقة جدا حلوة جدا، انصحكم دايما يعني انصحكم اكيد ان انتوا تزوروا المكان ده، لانه بجد جميل جدا ومفيهوش ناس كتير، يعني زي ما بنقول كده الرجل عليه قليلة جدا. وفي منتجعات حلوة بس معظمها مقفولة، وفي شوية مفتوحين. لو حابين تروحوا بالي طبعا انصحكم ان انتوا تروحوا كامبوهان رايس تيراس وتزوروا المكان الجميل ده وتتمشوا. طبعا هو مكان هايكنج، هتمشوا بتاع 3-4 كيلو. لو مش عايزين تمشوا ممكن تاخدوا سكوتر او عربية، بس انا انصحكم ان انتوا تروحوا قبل الغروب على الساعة 4 كده، وتاخدوا ازازة مية كبيرة معاكم عشان هتعطشوا وهتمشوا كتير جدا. يعني لو عايزين تعملوا رياضة روحوا كامبوهان رايس تيرس، ممكن تستمتعوا على تشربوا كوفي او تشربوا قهوة على اي كافيه على منظر الجبل. شايفيني بعمل لكم باي باي، وادي بيصورني من بعيد او كذا مرة اقول لادي يقرب شوية مني عشان ابانش مش بيسمع كلامي، هو بيحب يصور من فوق قوي. خلاص هو المدير طبعا، هو بيهتم طبعا بتصوير المناظر الجمالية اكتر مني، يعني انا مش مهمة طبعا، زعلانة بجد. قولوا لي رأيكم في المكان، متحمسين تروحوا تزوروه؟ طبعا المكان كله اجانب، وفي يوجا ريتريت وفي مطاعم وفي كافيهات، بس عددها مش كتير زي ما قلت لكم ان المكان مش زحمه، معظمه مقفول طبعا من ايام الكورونا، الدنيا كانت مقفوله، فتحت شويه بس لسه برضو يعني مش اكتر حاجه. شايفين جمال الطبيعة يا جماعة، يعني اندونيسيا كلها كمية خضار بجميع الدرجات بجد، يعني انتوا هناك تستمتعوا، اكتر حاجة تستمتعوا بيها بالاكسجين النقي، يعني انتوا متخيلين كمية الخضار والشجر والزرع اللي حواليكوا ده كله خضار كده طبيعي. انصحكم ان انتوا طبعا تروحوا تنضفوا الرئتين هناك، لان طبعا عوادم السيارات مفيش الكلام ده كله، معظم الحياة بيجي معتمدة على السكوتر، فلازم تتعلموا سواقة السكوتر كويس جدا قبل ما تروح. ده مكان تالت، حذروا فذروا فيه لو حد راح بالي. طبعا هنا بنشوف المنظر الغروب جميل جدا، شايفين منظر السحاب يا جماعة خيالي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا ورخيتوا اعصابكم وتعلمتوا حاجة صغيرة حتى لو صغيرة من الفيديو ده. شايفين منظر السحاب طبعا ده تايم لابس جميل جدا، واتمنى ما تنسوش تعملوا لي اشتراك بالقناة وتشيروا الفيديو لاصحابكم. لو عندكم اي اسئلة عن بالي، انا قعدت في بالي 8 شهور، انا بصراحة كنت رايحة على اساس ان انا هقعد شهرين، الموضوع سحب مني ليه 8 شهور. فلو حابين تستفسروا عن اي حاجة في بالي اكتبوا لي الكومنتات وانا ارد عليكم، واتمنى تعملوا لي فولو على الانستغرام وتتابعوا يومياتي على الانستغرام في السفر، وكمان بنزل فيديو دردشة بنات كل يوم 2، واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديوهات لاصحابكم لان ده بيدعمني ان اكمل. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.